اللي وزينا على مراتاتها. اصل البت دلال وقعت بالسنة. على فكرة انا لسه قايلة الكلام ده للمدام اللي ماشية. البت وده حلفت لسيد ميت يمين مش هي اللي ضربت عايدة عالسيف. واحنا اللي سقطنا دلال. يا جعفر الحقني ضربني وسقطوني. واحنا اللي اكلنا بلال شامة. اللي وزك على ايه؟ حد من اهل بيتك. ابنك محدش يعرف مكانه على وش الارض. غيري انا. انا اللي عملت كده يا جعفر. فقدر ليه؟ اصل في حاجه غريبه قوي حصلت يا جعفر. ايه؟ انا سمعت دلال بتتكلم مع سوريا وبتقولها ان في حد اتصل بيها وقال لها ان بلال شمه في المستشفى وهي راحت له بس ما لقيتهوش. بس الغريبه يعني انها راحت له على طول من غير ما تقول لك. هي قالت لها انها خايفه تكون يعني مكالمه او انت او اشتغاله. بس غريبه يعني تروح له لوحدها كده وبطولها. البقى جامد دلال. ليلة من النهاردة؟ ليلتها هي. طب انزل قول لها ان انا مستنيها. اوعى تقول لها الكلام اللي انت قلته لي ده عشان ما تزعلش منك. اكيد مش هخبص على نفسي. يا ست دلال يلي سرك مع سوريا. سوريا بس. سوريا عاوزاكي في كلمتين لوحدينا في اوضتي يا سوريا. هو انت كنت بتتصنطي علي انا وسوريا يا نرجس؟ انا اتصنت عليكوا ليه؟ وانا يهمني ايه في كلامكوا عشان اتصنت عليكوا؟ انا ما بتصنتش يا حبيبتي. الا قوليلي هو انتي مش هتطلعي النهارده؟ مش النهارده ليلتك برضو؟ جعفر سأل عليكي. سأل عليا؟ اه سأل عليكي. لا طالعه. طالعه.